ياسر عبد ربه من مواطني قرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية. احنا لا هي كيلو اتنين سابقا. كيلو اتنين سابق. احنا أول حاجة كانت مشكلة عندنا هي مشكلة الصرف الصحي. مشكلة الصرف الصحي بدأت إن في تم تكليف للشركة المنفذة من حوالي سنتين ونص. المفروض طبقا للعقد ان هي تكون خلصت في 2017 12 2017، لكن حتى الان يمكن الفيديو الصور اللي احنا شايفينها حضرتك ان العمل متوقف تماما بسبب الشركه المنفذه. فاحنا بنطالب السيد رئيس مجلس الوزراء التدخل فورا برفع الظلم عن قريه الحجاز وسحب العمليه من الشركه المنفذه واسنادها الى اخرى، لكي زي ما انت شايفه الدنيا احنا على برك من المجاري والمنازل زي ما حضرتك شايف. تمام، ده اولا. ثانيا احنا ما زلنا في تشتت الخدمي، بمعنى احنا في معايا قرار يمكن حضرتك اهو، قرار سنه 2016 بانشاء الوحده المحليه لقريه الحجاز. احنا قعدنا مع السيد المحافظ و أنشأ فعلا بقرار رقم 625 سنة 2016 قرية الحجاز، وتضم طبقا للحدود اللي المبينة بالقرار. يعني ايه القرية؟ القرية عشان تشيلنا من التشتت، ولكن ما زلنا في التشتت. الكهرباء والتومين بيتبعوا في قرية الفردان، الأمنيا بنتبع مركز أبو صوير، التعليم بيتبع مدينة إسماعيلية، الشؤون الاجتماعية في الخدمي وسوء الخدمة الإدارية. يمكن برضو يمكن حضرتك شفتي بالنسبة للكهرباء، الأعمدة عندنا في وسط الشوارع ما فيش أي خدمة خالص من اتجاه الحكم المحلي. شفتي حضرتك الشوارع، شوارع مغلقة، وطلبنا إن الشوارع الرئيسية تتفتح، ما فيش. الشوارع مليانه ميه من مجاري، مفيش. فاحنا بنطالب نظره من السيد محافظ الاسماعيليه والسيد التنميه ووزير التنميه المحليه. يمكن عربيه مجاري او شايله، شوف شايله زباله اهي، العربيه شايله زباله حضرتك، شايله زباله وداخله كيلو كيلو. اللي للاسف عندنا عربيات الزباله بتجي من حي تاني.